الناس استكتروها عليك وبقيت متهم من أول لحظة في العلاقة دي؟ ممكن ممكن، لأن حسابات الناس حسابات دنيوية جدا، هي نفسها ما حسبتهاش كده وأنا عمري حسبتها كده. بالعكس أنا بحترم جدا يعني في واحدة في وضع 20 لو هي مثلا بتفكر بأسلوب مختلف، لا هتقول لك بقى اروح مثلا اتجوز واحد غني مش عارف ايه، ولا اتجوز لا واحد اكبر مني في السن يعرف يستوعبني، واحد مش عارف ايه كذا، احنا قد بعض تقريبا، اكبر منها بسنه وشويه او سنتين يعني، فاحنا قد بعض، عارفه تحسهم موردين فوق رؤوس بعض، بننقر بعض كتير، واحنا بقى اتنين تحسهم ايه ولاد رجاله قاعدين مع بعض، فخناقاتنا كتير، هي ليدر وانا ليدر، هي شخصيه اندبندنت مستقله وانا بحب نفس الحكايه، بس عمرها ما حاولت تمشي مثلا كلامها عليا او تفرض عليا حاجه ولا العكس، لانها بنت بلد عارفه حدودها مع الراجل وعارفه يعني هي ما بتستمتعش ان هي تمشي رايها على حد. يعني شيني ما تسالني النهارده تقول لك الله نفسي ارجع اعيش مثلا اجيب بيت في القلعه، انا بحس مثلا بالونس بقى، نفسي احس الاحاسيس اللي انا اتعودت عليها طول عمري. عمرها مثلا ما اهتمت باهتمامات الشنطه دي، عندها كل حاجه وعمرها ما بتلبس، عمرها ما بتستخدم الحاجات دي، هي مش شخص، مش عايز اقول هي شخص بسيط جدا وبتاخد سعادتها من حاجات بسيطه جدا. علاقتكم وصلت للحته اللي يتقال عليها توكسيك؟ للاسف الحب ده وصل للحته للاسف بقى اللي يخليك انت خالص كشخص عنده وعي يدرك ان خالص. احنا في مرحله سامه. اقول لك على حاجه بتصدقيني، غلطتنا في العلاقه دي الوحيده ان هي انفتحت على الناس. اتفتحت على الناس طبعا. ليه بقى؟ وده انا مش بلوم فيه ولا نفسي ولا شيء. دايما الست بشوفها في غضبها ما ينفعش تحاسبيها، ما ينفعش تحاسبيها، يعني في غضبها ممكن يكون اشرس من الراجل على حاجه هي بتحبها مش حاجه ما بتحبهاش. يعني الشخص لو قرر يتخلى عن شخص هو ما بيحبوش او الحب خلص، مش هيفكر ينكشه، مش هيفكر يقول له انت عملت وانت غلطت وانت كذا، مش هيبقى عنده الدرجه دي من الغضب، خلاص هيلف وشه ويمشي. في لحظات غضب قصيره جدا حصل تصرفات نقلت الناس صوره ان العلاقه دي توكسيك، مع ان الظروف لو الناس بتقول شيرين ما بتشتغلش زي الاول ده مش حقيقي، شيرين مش عارف كذا، حسام مش عارف عمل فيها ايه، بيبدا واحده واحده الناس تشكل عليكي ضغط تخليكي مش عارفه صلحت صوره العلاقه دي، خلاص انت حطيتي فانت ليك